تقرير لمنظمة سام يرصد أبرز الانتهاكات التي طالت أبناء عدن والمحافظات المجاورة خلال أحداث أغسطس الأخيرة. هل سيفلت مرتكب الانتهاكات من العقاب؟ وما موقف المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية من هذه الانتهاكات ضد اليمنيين؟ أهلا بكم. أصدرت منظمة سام للحقوق والحريات تقريرا حقوقيا بعنوان بيت العنكبوت يرصد الانتهاكات التي رافقت أحداث الانقلاب الذي قام به المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في عدن في أغسطس الماضي. رافقت تلك الفوضى أحداث قتل واغتيال وإعدامات ميدانية واعتقالات تعسفية طالت مئات المواطنين ما بين مدنيين وعسكريين، بالإضافة إلى ارتفاع النبرة المناطقية التي أدت إلى ارتفاع منسوب نهب المحلات وإحراق بساطات المواطنين والبسط على أراضيهم ومنازلهم. الرصد الذي قامت به منظمة سام يطرح أسئلة من قبيل: هل وثقت أجهزة الحكومة الرسمية هذه الانتهاكات أم أنها مشغولة بتكريم مرتكبي الانتهاكات إياهم؟ ماذا عن المنظمات الدولية؟ رصدت من جهة هذه الانتهاكات ووثقتها لضمان عدم إهدار حقوق الضحايا؟ ماذا عن اتفاق الرياض؟ لماذا لم يتبنى مبدأ العدالة الانتقالية وعدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من الحساب والمساءلة؟ بيت العنكبوت استعارة عنونت بها منظمة سام للحقوق والحريات أحدث تقاريرها بشأن حالة حقوق الإنسان في عدد من المحافظات الجنوبية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. خلال هذه الفترة شهدت عدن والمحافظات المجاورة لها موجة عسكرية واسعة انتهت بسيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على العاصمة عدن ومحافظتي لحج والضالع ومعظم محافظة أبين. التقرير رصد تعرض 9 أشخاص للإعدام، من بينهم 7 يتهم المجلس الانتقالي بتصفيتهم. كما وثق التقرير 18 حالة قتل لمدنيين بالأسلحة الخفيفة، و11 مدنياً آخر بسبب الهجمات العشوائية التي نفذتها قوات المجلس الانتقالي والقوات الحكومية خلال المواجهات نهاية شهر أغسطس الماضي. كما أفاد تقرير سام أيضاً بمقتل وإصابة 300 جندي بقصف طيران دولة الإمارات بحسب تصريح وزارة الدفاع في الحادثة الشهيرة بحادثة العلم على تخوم عدن. التقرير رصد أيضاً تعرض 58 مدنياً للاعتقال، بينهم 55 شخصاً اعتقلهم المجلس الانتقالي. بعد سيطرة الانتقالي على عدن انتشرت أعمال النهب والبسط، حيث رصد التقرير نهب 14 مؤسسة عامة و 131 حالة لممتلكات خاصة بالمواطنين. كما تم ترحيل أكثر من 2000 مدني بصورة قسرية، بينهم نساء وأطفال، وإغلاق أكثر من 100 محل ومطعم لمواطنين من أبناء المحافظات الشمالية، وإحراق أكثر من 70 بسطة لباعة متجولين. ذهب الجميع إلى الرياض للاتفاق على تقاسم مناصب السلطة فيما بينهم، فيما بقيت هذه الانتهاكات التي خطها المتحاربون على أجساد المدنيين دون عقاب ولا تعويض، ليضاف هؤلاء الضحايا إلى قائمة طويلة من الضحايا الذين أنتجهم زمن الميليشيا الجاثم على صدر البلد منذ سنوات. عودة رئيس الحكومة إلى عدن لم تغير من المشهد العسكري والأمني في تلك المحافظات شيئاً. في الوقت الذي استمرت فيه الانتهاكات التي تطال مؤسسات الدولة والمدنيين على حد سواء، لتتصاعد حالة الفوضى والملشنة. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الأستاذ توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات عبر سكايب من فيينا، كما سينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير أستاذ توفيق. مساء النور لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. إذن أستاذ توفيق، أصدرتم تقريرا بعنوان بيت العنكبوت، وهو تم تسليط فيه الضوء على حالة حقوق الإنسان خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2019. نود أن تحدثنا عن أبرز ما تحدث عنه التقرير. بيت العنكبوت هو تقرير سلط الضوء على الانتهاكات التي رافقت عملية الاقتتال وسيطرة المجلس الانتقالي على محافظة عدن، أبوين، حتى محافظة شبوة ولحج من شهر أغسطس حتى شهر أكتوبر.
نحن سمينا التقرير بيت العنكبوت ليقدم دلالة عن حالة الوهن وحالة الاقتتال الداخلي في البيت الواحدة، لأن هذا الفصيل من الحشرات أو الحيوانات تأكل بعضها بعضا عندما تكبر وداخل البيت الواحد دون أن يكون بينها أي انسجام أو توحد أو قوة. نحن خلال هذا التقرير من لحظة سقوط الصاروخ الذي تبنته جماعة الحوثي على أبو اليمامة، بعد ذلك بدأت عملية الانتهاكات بصورة كبيرة، سواء الانتهاكات المتعلقة بالتهجير القسري، بإحراق الممتلكات، بنهب الممتلكات، بالاعتقالات، بالانتهاكات التي طالت الصحفيين، نهب البيوت، الممتلكات الخاصة نستطيع أن نقول والممتلكات العامة، إضافة إلى ارتفاع منسوب خطاب الكراهية بصورة كبيرة. وهذا الارتفاع لاحظناه سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي، ونحن ذكرنا نماذج لمغردين إماراتيين ويمنيين طفحت تغريداتهم بتحريض واضح على أساس منطقي وتحمل كثير من الإهانات والاحتقار، مما دفعت الناس إلى حالة من الشحن الغير مبرر والشحن الغير مقبول مطلقا خلال هذه الفترة. إضافة إلى أننا سلطنا في هذا التقرير على قراءة تاريخية وقانونية للصراع الدائر في المحافظة الجنوبية خلال الفترة الماضية. نعم، إذن أستاذ توفيق، يعني تحدث أنه عدن وأبين وشبوة ولاحج هي المحافظات التي شهدت أعنف فصول الصراع في اليمن خلال 2019 بين قوة الانتقالي والحكومة أيضا. ما هو حجم الضحايا ومن هي الجهة التي تصدرت هذه الانتهاكات في تقريركم؟ طبعا تقريرنا لم يكن التقرير الأول، هنالك تقرير صدر قبل أسبوع أيضا للمنظمة الهيومن رايتس ووتش، وخاصة انتقدت اتفاقية الرياض لأنه لم يتضمن خط واضح لقضايا حقوق الإنسان خاصة المساءلة الجنائية في هذا الأمر. لكن خلال هذه الفترة أصبح المجلس الانتقالي هو المسيطر على الأرض، سلطة أمر الواقع، وبالتالي هو يتحمل المسؤولية الكبيرة عن حالة الإخفاء، عن حالة القتل، عن حالة التهجير القسري إلى غير ذلك، بحكم أنه سلطة يمتلك قوات عسكرية مسيطرة على الأرض ويتحكم في مجرى الأمور كلها. أصبحت الحكومة الشرعية غير موجودة على الأرض، تم طرد قواتها، تم إغلاق مؤسساتها، وبالتالي خلال هذه الفترة ما تبنته من عمليات اغتيال جماعات مسلحة أو ثبت بالدليل يعني انتهاك الحكومة الشرعية مثل اعتقال الصحفيين في محافظة شبوة إلى غير ذلك، نحن نشير إليه بكل وضوح وبدون بينة. لكن أصبحت القوة المسيطرة على الأرض خاصة في محافظة عدن خلال فترة خاصة اقتحام البيوت، اعتقال الناس، التضييق على الحرية الصحفية، أصبح المجلس الانتقالي هو القوة المسيطرة على الأرض عسكريا وسياسيا، وهو مسؤول بموجب القانون الدولي والمواثيق الدولية. نعم، إذن أستاذ توفيق، يعني ما وقع هذه الانتهاكات والجرائم في الأروقة الدولية الحقوقية والسياسية؟ يعني هذا التقرير ربما سيعرض لمجلس حقوق الإنسان، كيف ستكون يعني ردة فعل المنظمات الحقوقية المعنية بهذا الشأن؟ أنا أعتقد أن هذا التقرير سيكون مقدمة لتقارير كثيرة، نحن الذي تعودنا عليه كثيرا أن كثير من الأحداث يأخذ مساحة من الوقت حتى تستطيع هذه المنظمات تصل إلى أرض الواقع وتلتقي بالضحايا وتصدر تقارير متتابعة. نحن لدينا تجربة من خلال تقرير السجون السرية الذي أصدرناه في مايو من عام 2017، لاحظنا أنه بعد صدور تقرير منظمة سام بدأت تصدر تقارير متعددة ومتوالية إلى اليوم، بمعنى كل منظمة تحاول أن تنزل إلى أرض الواقع وتلتقي بالناس وتنظر للقضية من زاوية معينة، سواء من ناحية الاعتقالات أو من ناحية القصف أو دور الجهة الفلانية أو عملية النهب إلى غير ذلك. وأعتقد أن مع الوقت سوف تتكشف انتهاكات أكبر من ذلك، وسيبدأ كل طرف
من الأطراف التي دخلت في الحرب في هذه المحافظة أن يقدم للجهات المعنية سواء لجان التحقيق أو منظمات دولية ما يمتلك من أدلة، من إثباتات، من شهادات إلى غير ذلك، وستبدأ الأمور تتقلب بصورة أكبر. لكن نحن كسرنا الباب أو فتحنا باب واسع، وأعتقد أن المجتمع الدولي سيبدأ يتتبع مثل هذه الخيوط. إلى اليوم البرلمان الفرنسي على سبيل المثال يتحرك بصورة جدية لمساعدة شركة توتال عن سجن بلحاف، وكنا من ضمن المنظمات التي تواصلوا معنا وأدلينا بمعلومات، وورد حتى اسم منظمة سام في تحقيق ميديا بارك أو ليموند الفرنسية إلى غير ذلك. ويبدأ المجتمع الدولي يفيق بعد هذه التقارير، وهو يبحث في ثنايا هذه التقارير وأوسطها عما يتناسب مع سياسته التحريرية أو اهتماماته المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان إلى غير ذلك. نعم، إذن اسمح لنا أستاذ توفيق أن تنضم معنا منى المحيميد، وهي إعلامية في قناة عدن الفضائية عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذة منى. مساء النور، بس اسمحي بعدل شويه، الاسم اسمي منى عبد المجيد مش منى عبد الحميد. اذا منى عبد المجيد، اهلا بك استاذه منى. استاذه منى، يعني تحدثتي عن او تعرضتي للعديد من التهديدات والانتهاكات في الاحداث الاخيره وربما من قبل، يعني حسب شهادتك في التقرير لمنظمه سام فانت تم تهديدك منذ ان كان عيدروس الزبيدي محافظا لمحافظه عدن، حدثينا عما حدث لك. طبعا انا كنت مؤيدي محافظ محافظه عدن السابق عيدروس الزبيدي، وتفائلنا فيه خيرا نحن ابناء عدن مثل ما تفائل به ابناء الجنوب بشكل عام، وقلنا الحمد لله انه بيدير القناه وواحد من ابناء الجنوب وعانى مثل ما عانت محافظه عدن. ولكن تفاجأنا بعد 6 أشهر من تحمله مسؤولية محافظ محافظة عدن أنه لم يعمل أي شيء، بل بالعكس حارب المنظمات وأوقف المساعدات الإغاثية على أبناء عدن، ورأينا تدهور الخدمات مثل الكهرباء الذي زاد انقطاعها بشكل مستمر. يعني في عهد اللواء جعفر الله يرحمه تم إصلاح المولدات الكهربائية وكانت تعمل بمقدار 22 ساعة في اليوم وانقطاع ساعتان، ولكن بعد استشهاد جعفر الله يرحمه وتولي عيدروس الزبيدي المحافظة رأينا أن الانقطاعات زادت، فكانت 4 ساعات ومن ثم صارت 4 ساعات انقطاع و4 ساعات لاصية، وبعدين زاد 6 ساعات انقطاع و3 ساعات يعود التيار الكهربائي إلى المنازل، وهكذا إلى أن صار الانقطاع في يوم واحد بعد ظهور يعني الخدمة أنه صادف أنه انقطعت الكهرباء عن عدن 30 ساعة. نعم. فأنا عملت رسالة عبر الواتساب للواء عيدروس وأجاب طبعا على الرسالة وقلت له يعني نحن خسرنا، أنا خسرت والدي في حرب 2015، مش مستعدة أخسر الوالدة. لو قد خسرنا الوالدة، والوالدة طبعا تشكو من القلب، تشكو من الضغط، وتشكو من أيضا الربو، يعني انقطاع الكهرباء هذا يسبب لها الأزمة زيادة فوق أزمتها. فقلنا له يعني نتوقع إنه نجي لك نحن أولاد الشهيد لابسين أحزمة ناكفة، خلاص يعني قضيتم على أبي قضى عليها الحوثي وأمي قضى عليها عيدروس الزبيدي، خلاص ما ايش فائده الحياه داخل عدن اذا بنفقد والدينا الاثنين. فقال لا. ان شاء الله خير بترجع التيار الكهرباء، فقال انه بدل ما يروح يشوف ايش سبب انه انقطاع الكهرباء 30 ساعه انه ذهب الى الامارات، يعني بدل ما يعالج المشكله لا هرب الى الامارات وخلى عدن طافيه. وبعد ما تم اصلاح المولدات الكهرباء يقول انه غراب نقر الكيبل، الكيبل تحت الارض يعني يمكن ب 20 متر، كيف دخل الغراب لا تحت؟ بيكذبوا على من؟ بيكذبوا على من؟ بيكذبوا على عدد كم الناس؟ فبدانا ننتقد هذا الشيء. كنا طيب بدات الانتهاكات بدات، لكن انتقادنا بالنسبه لهم كان تهديد، بالنسبه لهم هم يعتبروا تهديد ونحن ضدهم، نحن بالعكس نحن نشيهم يصلحوا، نحن نحبهم، ولكنهم اعتبروا هذا تهديد، فعلى طول بدات المضايقات والتهديدات. وكان اول حادث حصل معي في تاريخ في شهر 5 قبل رمضان طبعا بيوم، في شهر 5 ب 2016.
وهي محاولة يعني تدبير حادث لي في عقبة عدن، وكنت يعني لولا عناية الله وتمكني من قيادة سيارتي بشكل أفضل لكنت تقلبت في شاليهات سبع ونزلت المقبرة يعني قبل ما اندفن هو السيارة. طيب هذه التهديدات الحمد لله يعني تمكنت من التحقق بقيادة السيارة والحمد لله نجوت يعني بس دمرت السيارة. نعم يعني قلتي في معرض شهادتك أستاذة منى أنه أيضا يعني كان متعرفين على سيارتك وأيضا تم تكسير سيارتك وأنت في فترة العلاج، وحين بدلت أيضا السيارة تم أخذ أخيك في السيارة الجديدة، يعني هناك ضغط حقيقي عليك لإسكاتك. هو حصل يعني حادث في طبعا تناولت اربع حوادث خلال ما بين 2016 الى 2017 اربع حوادث، اخر حادث كان في شارع عجره، وبعدين عندما اعلن الزبيدي بانه على الحكومه حكومه بندر ان تلحق خلال سبعه ايام كلنا اعترضنا على هذا الشيء، وقمت انا طبعا بكتابه ابيات شعريه انتقدت يعني بما معنى من تكون انت حتى تطرد الحكومه وانت لست المحافظ ولا حتى مش معترف فيه دوليا، باسم من حق تطرد حكومه شرعيه معترف بها دوليا من 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 العاصمه المؤقته عدن. فطبعا تم مداهمه منزلي في الساعه السادسه صباحا من قبل قوه الارهاب مكافحه الارهاب، ولكن اتاني اتصال قبل المداهمه بساعات انه عليه مغادره المنزل، فغادرت المنزل وتم ترتيب سفري الى القاهره. وبعد وصول القاهره سمعت بانهم اقتحموا منزلي وانه بعدين اتوا الى الحاره وتم تكسير سيارتي، وعدين تم صلحتها قبل ما اسافر بيوم واحد وخرجتها من الورشه. تم تدميرها وهي في الحاره. نعم اذا ابقي معنا منى. اللي صار في القاهره في 2018 ساعتي في الساعه 12 ليلا الى المستشفى، وبعد ذلك عدت الى عدن بعد غياب شهر ونص، ولانه كم بلقيت هذه وانا لست هاربه، انا لست هاربه، انا من النوع اللي ابي اعلم الشجاعه مواجهه كل شيء. عدت الى عدن ولكن ايضا تم تدبير اكثر من مره يعملون على قطع البيت عشان يعمل حوادث، لكن الحمد لله حيث الله كما انقذتني اكثر من مره، ومره فتحوا لي الدخول حق السواير، ومره قطعوا لي السواير حق السياره، فاضطريت اني اشتري سياره ثانيه. طيب منى ابقي معنا ساعود اليك. نعم ساعود اليك منى ولكن بعد أن أخذ رأي الأستاذ توفيق في ما حدث. أنتم وضعتم قصة منى في باب أو بند التضييق على الحريات الصحفية والنشاط الحقوقي أستاذ توفيق، يعني كيف يمكن أن يصل الأمر بمحاسبة إعلامي هو يعني لا يريد سوءا لا بالبلاد ولا بالأشخاص وإنما يريد إصلاح واقع الحال من حوله؟ ناشطة منى ذكرت العديد من أو التسلسل في الانتهاكات التي حدثت لها، كيف تتحدث عن ذلك؟ في حقيقة الأمر اليوم أصبحت الكلمة في اليمن جريمة، أصبح الإعلامي بشكل عام متهم. اليوم اليمن في باب حرية الصحفيين يواجه مأزقا حقيقيا سواء على مستوى الداخل أو على المستوى الدولي. اليوم هنالك عشرة من الصحفيين اليمنيين يحالون إلى محاكم جزائية متخصصة، محاكم جاهز فيها أحكام ربما بالإعدام ويستخدمون للمقايضات. اليوم هنالك تجريف تام للمؤسسات الإعلامية. نحن لا نقول مبالغين بأن أغلب الإعلاميين اليمنيين النشطين لم يعودوا في اليمن، من بقى من اليمنيين من الصحفيين والإعلاميين إما تم اغتياله أو تم قنصه، وهنالك كثير من الصحفيين الذين ماتوا بالقنص، هنالك صحفيين تم اقتحام بيوتهم. الأخت منى أحد هؤلاء الضحايا. نحن اليوم
أمام منظومة سياسية ممتدة من صنعاء إلى عدن، بما ذلك أيضا في مأرب، غير قادرة على أن تتحمل حرية الرأي والرأي الآخر. الصحفي مصطفى المنيفي كان صفوان المنيفي كان معتقلا في الريان لمدة تقريبا 3 أشهر، لم يفرق عنه إلا قبل أسابيع قليلة، وهي محسومة على السلطة الشرعية، في حضرموت الأخت في عدن منى وغيرها من الصحفيين، بعضهم تم اختطافهم سابقا لمعسكر العشرين، تم تعذيبهم بصورة مهينة جدا، وهنالك تهديد وتجريف في صنعاء إلى غير ذلك. وبالتالي نحن أمام إشكالية متعلقة بالنخب السياسية. اليوم ما يحكم اليمن هي أشبه بعقليات عصابات، لا تمثل، ليس لديها أدنى ثقافة متعلقة بالدولة، بإدارة الدولة، بإدراك معنى الرأي والرأي الآخر، وبأن الكلمة دورها الأساسي هي عملية التقويم والتصويب وكشف الخلل، وأن الصحفي هو في حقيقة الأمر هو عين للسلطة، يعمل على كشف بعض كشف الخلل، تصحيح المسار، وعلى السلطة أن تقله وتحترمه وتأخذ ما يكتبه أو ما يدلي به بعين الاحترام والتقدير إذا كان لديه حجة ووجاهة وأدلة إلى غير ذلك. لكن للأسف الشديد نحن أمام منظومة متكلسة متشبعة بثقافة العصابة، يعني نطلع زعيم جماعة مثل عبد الملك الحوثي ويعتبر أن الصحفيين أشد خطورة مما هم في الجبهات، وعلى ذلك قيسي في الجنوب في الشمال إلى غير ذلك. يعني نعم، إذن أعود إليك يا أستاذة منى. أستاذة منى، هل قمت بعمل بلاغات أو محاضر بما حدث لك؟ طبعا ما عندي من بصلح المحضر إذا كان الأمن كمان بيد الانتقالي، ولكن استفدت بالكتابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالوقت والفيس وأيضا المواقع الإخبارية، ولكن وصادق كمان انه طبعا انا كنت الاعلاميه الوحيده في الميدان في 2015، وكنت كمان تعرضت لتهديدات كثيره من قبل عبد الملك الحوثي اثناء اقتحامي لعدن في 2015، ولكن برضه كمان الحمد لله نجونا. في 2019 بعد نزولي من مصر بعد شهر للعلاج طلعت مصر، قام طبعا هنا بانقلاب ثاني في عدن، وكنت كالعادة أخرج لتغطية الأخبار وأسعى أولا بأول دون خوف. وبعد ذلك في تاريخ 31 أغسطس بعد انتهاء يعني بعد أن غادرت الحكومة عدن، قام أحد الأطقم التابعة للحزام الأمني بالاعتراض لأخي في السيارة وأخذ وإخراجه من السيارة وطلب الأوراق، وبعد أن أعطاه الأوراق وأعطاه البطاقة الشخصية. هل كنتم تقومون بعمل بلاغات لكل هذه الأحداث التي تحدث لكم، أو حتى التواصل مع منظمات خارجية للحديث عن مدى الانتهاكات التي تحدث لكم؟ طبعا بعد تعرض أخي للضرب وتكسير السيارة للمرة الخامسة والسادسة، أتتني يعني تهديدات عبر الاتصال مباشرة، ويقولوا لي نحن نعلم بأنك مشتاقة للبابا، فعشان كذا إيش داعي من الماما حقك عشان بنوديك للبابا قريبا. طبعا استنقلت في الحكومة الشرعية، تواصلت مع الأمين العام لرئاسة الوزراء الأستاذ حسين منصور، تواصلت عبر أيضا مكتب رئيس الوزراء مع الأستاذ أنيس بحارثة، تواصلت مع عدة وزراء أقول يعني أطلب منهم النجدة، أنا معرضة للخطر وصرت معرضة للخطر، يقولون لي إذا يعني عشان تحفظي رأسك ورأس عيلتك غادري عدن. فاستنقلت بالحكومة ولكن لم ألقى أي رد من الحكومة الشرعية، وتم التجاهل كالعادة، فوكلت أمري إلى الله وكتبت آخر مقال لي وهي وصيتي الأخيرة، وذكرت فيها أنه المواطن في عدن لا ليس معه أحدا يحميه إلا الله عز وجل. يعني والله كبير يا أستاذة منى الذي حفظك حتى الآن. لا حكومة تدافع عن الشعب ولا حراك جنوبي ممكن كمان يحترم رأي كاتب. نأسف لما تعرضت له حقيقة أستاذة منى. بالذات أبناء عدن مضطهدين أبناء عدن بشكل عام.
ما فيش انصاف لا من حكومه تنصف ولا ايضا من حتى من قناه لا ينصف ابناء عدن، وكلهم يتغنون بعدن وبحب عدن وبحب ابناء عدن وكلهم كذابين يعني. نعم، وهذا ما يؤسف استاذه منى، ان لا تجدي من ينصفك حقيقه، ولا استطيع الا القول الحمد لله على سلامتك وربنا يحفظك. لحد قبل يومين لاحظت برضه في الطريقه تهديد انه اذا لم اغادر عدن سيتم تصفيتي او التعرض لاهلي بالشر بسوء. ولكن عندما يعني عندما اوجه رسالتي انا الوحيد وانا اعلاميه في قناه عدن راتبي في ومن خلال منصه المساء اليمني يعني نتمنى ان يصل صوتك استاذه منى للجهات المعنية، ونأمل أن يستمعوا لندائك يعني. هذا ربما على الهواء مباشرة تحدثين أنك معرضة للتصفية لا سمح الله أو لإخراجك عنوة من عدن. شكرا جزيلا لك منى عبد المجيد الإعلامي في قناة عدن الفضائية، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. عودة إليك أستاذ توفيق. أستاذ توفيق، يعني ما تتحدث به الأستاذة منى مرعب حقيقة، يعني أن يتم إخراجك عنوة أو تهديدك بالتصفية أو المساس بعائلتك، يعني كل الخيارات شبه مستحيلة بالنسبة لمواطن بسيط لا يملك حقيقة شيء. طبعا هذه حالة ربما متفشية وعامة، نحن على تواصل مع كثير من أيضا معتقلين سابقين أو حتى صحفيين أجبروا على أن يتركوا عدن بعد الخروج من السجن، وظلوا فترة من الزمن يعيشون حالة من التيه، لا يستطيعون أن يندمجوا في المجتمع خوفا من الاعتقال مرة ثانية، ولم يجدوا أيضا عمل بسبب التهم وبسبب التحريض ضدهم من قبل أجهزة أمنية. وعندما حاولوا ينتقلون من خارج اليمن إلى دولة أخرى لم يكونوا حتى مؤهلين نفسيا ولا يمتلكون الإمكانيات المادية. اليوم هنالك أناس وصلوا إلى إندونيسيا، البعض وصل إلى السودان، البعض وصل إلى مصر، يعيشون نفس هذه الحالة، هم أجبروا على ترك عدن. الأخت ربما تمتلك نفسية شجاعة، قاومت وظلت متمسكة بعدن بعائلتها دون أن تترك عدن، لكن هنالك حالات كثيرة إما تعرضوا للاعتقال أجبروا على ترك عدن. أنا أعتقد الآن أن أقابر الأيام ستتكشف عن أوضاع خطيرة جدا وعن مآسي كثيرة جدا، هنالك حالات تتوثق وتفاصيلها تأتي إلينا تباعا سوف تظهر في المستقبل القريب، لكن بشكل عام هذا وضع قاسي سواء كانوا للعايش للذين يعيشون في صنعاء. البعض اليوم يخرج من معتقلات سجون الحوثي في صنعاء ولا يستطيع العودة إلى صنعاء، يكون ملزم على أن يذهب إلى مأرب، يظل في مأرب لا يستطيع أن ينقل أسرته إلى مأرب ولا يستطيع أن ينتقل إلى أسرته، بل إنه البعض من خلال رسائلنا معهم يقولون كنا نتمنى أن نبقى في سجون الحوثي خيرا لنا من أن ننتقل إلى سجن كبير نعيش فيه حالة من التيهان، حالة من الضياع، حالة من القسوة، لأنه في النهاية المعتقل الذي يظل سنتين أو ثلاث سنوات يحتاج إلى إعادة تأهيل نفسي واجتماعي للعودة إلى داخل المجتمع. وهذه هي الحالة اليوم، نحن نعيش حالة انعدام إنساني لدى النخب الحاكمة، هي لا يعني لا تجعل أي اعتبار لهذه المعاني الإنسانية الدقيقة والبسيطة، وبإمكانها أن تقتل، بإمكانها أن تعتقل، بإمكانها أن تفعل كل الموبقات بحق الإنسان اليمني. نعم، إذن دعني أستاذ توفيق أشك معنا في هذا الحوار الناشطة الحقوقية هدى السراري عبر الهاتف من القاهرة. مساء الخير أستاذ هدى. مساء النور، اهلا بك. اذا استاذه هدى، تقرير بيت العنكبوت يكشف عن العديد من حالات انتهاك حقوق الانسان، وكونك ناشطه في هذا المجال كيف تعلقين على ما يحدث من انتهاكات في اليمن بشكل عام وفي عدن في الاوضاع الاخيره بشكل خاص؟ برايي في ظل الحرب حدثت الكثير والعديد من الانتهاكات باشكالها وانواعها في اليمن في كل المناطق اليمنيه، لكن بين حين وآخر تنشأ انتهاكات من نوع آخر هي نتيجة
صراع ما بين أطراف النزاع في محافظات مثل محافظة عدن أو أي محافظة أخرى، وبالتالي تكون هناك منهجية انتهاكات غير المنهجية التي في المناطق التي يسيطر عليها جماعة الحوثيين. مثلا منهجية الانتهاكات التي توجد في محافظة عدن والكثير من المحافظات الجنوبية هي انتهاك للقانون الدولي الإنساني كالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون. كل هذه الانتهاكات ظهرت في تقارير للخبراء البارزين وأيضا لتقارير في خبراء مجلس الأمن وأيضا في عدة منظمات دولية. سلطت الضوء هذه المنظمات وتقارير الخبراء على منهجية الانتهاكات التي تحدث داخل محافظة عدن أي المناطق التي توجد تحت سيطرة الشرعية، وهي نتيجة صراع ما بين قوات تنتمي إلى الشرعية وقوات أخرى مدعومة من جهات من التحالف. بالتالي علينا نحن كمنظمات مجتمع مدني أو أيضا كمنظمات دولية تسليط الضوء على مثل هذه الانتهاكات حتى يتم احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان من قبل أطراف الصراع التي تسيطر على بعض المناطق الموجودة في اليمن. نعم أستاذة هدى، في يعني برأيك لماذا يراد لعدن أن تظل ساحة لدماء لا تتوقف؟ للأسف أثبتت الأحداث الأخيرة أنه فعلا يراد لعدن أن تكون ساحة للإقتتال وساحة لمزيد من ارتكاب الانتهاكات نتيجة عدم أولا لا توجد منظومة أمنية تحمي حقوق الإنسان داخل محافظة عدن وعدة محافظات. هذا الشيء الأول. الشيء الآخر، هناك قضاء لا يعمل بشكل مستقل لإنصاف الضحايا الذين تنتهك حقوقهم داخل محافظة عدن، وهذه تعد مشكلة كبيرة جدا تعانيها محافظة عدن وعدة محافظات أخرى. بالتالي أيضا هناك تخوف كثير من المدافعين عن حقوق الإنسان، أيضا مؤسسات المجتمع المدني ما أن تقوم برصد وتوقيف مثل هذه الجرائم والانتهاكات التي تحدث، ولهذا ظلت مدينة عدن وغيرها من المحافظات القريبة منها ساحة للاعتراك ولارتكاب مزيدا من الانتهاكات نتيجة أولا ارتكاب جنايات وجرائم لا يتم ملاحقة الجناة ولا يتم الكشف عن مرتكبيها. هذا أولا. الشيء الآخر، هناك مظاهر لحمل السلاح، مظاهر مخلة بالأمن لا يتم محاربتها أو تسليط الضوء عليها أو حتى التقيد بالنظم والقوانين حتى لا يتم ارتكاب مزيدا من الانتهاكات، وبالتالي كل هذه الأسباب ساعدت على وجود منظومة انتهاكات وجرائم تحدث في محافظة عدن مسكوت عنها حتى من قبل أجهزة الأمن وأجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق الإنسان وكذلك أيضا من المنظمات المحلية الموجودة نتيجة الخوف الشديد من تبعات رصد وتوثيق هذه الانتهاكات وبالتالي تعرضهم للتهديدات أو للسلام التهديد في السلامة الجسدية. إذا أستاذة هدى، يعني في تقرير منظمة سام تحدث عن جملة من الانتهاكات في مثلث عدن لهج أبين خلال فقط أغسطس وسبتمبر وأكتوبر من العام 2019، كيف تنظرين إلى مثل هذه الانتهاكات يعني خاصة وأن يعني لا أحد يتفاعل معها، تقارير فقط تكتب ولا تستجيب لها منظمات دولية أو يعني حتى على مستوى الحكومة الشرعية؟ للأسف هذه الانتهاكات موجودة في عدن من بعد 2015 وازداد معدلها حتى يومنا هذا، لكن تسليط الضوء على تقرير منظمة سام خيوط العنكبوت هو للفترة التي حدث بها صراع مسلح ما بين قوات الانتقالي والحزام الأمني أيضا وكذلك الألوية الرئاسية. هذه الفترة التي حدثت بها هذا النزاع المسلح حدثت العديد من الانتهاكات الخطيرة جدا، منها الإصابات في صفوف المدنيين وأيضا القتلى، توقف الخدمات عن العمل. سلطت تقرير منظمة سام على هذه الانتهاكات مثل ما قلت يعني العديد من التقارير الدولية والعديد من التقارير لدى المنظمات أصدرت العديد من الأرقام والإحصائيات لوجود انتهاكات تدق
ناقوس الخطر في محافظة عدن بالذات، لأنها أصبحت محافظة مليئة بالانتهاكات، لا توجد بها نظم أمنية ولا مؤسسات أمنية تحمي حقوق الإنسان. لكن للأسف لا نعلم ما هو السبب الحقيقي لترك الأمور على ما هي عليه داخل محافظة عدن، وعدم وجود أي حماية حقيقية أكان للمدنيين داخل محافظة عدن أو المواطنين الذين يتعرضون للنهب وأيضا للعديد من الانتهاكات كالاعتقالات وأيضا القتل خارج نطاق القانون لبعض ما حدث منهم. نعم، إذا ابقي معنا أستاذة هدى، سأعود لك بعد أن أتساءل معك وأنقل هذا السؤال لأستاذ توفيق. فعلا أستاذ توفيق، يعني عمليا لا يتم ملاحقة الجناة، لا يتم الحديث عن أي عدالة انتقالية للإنصاف لهؤلاء الضحايا، لا يتم يعني في أي تسويات تحدث نجد أن الجانب الحقوقي مغيب تماما، وربما مؤخرا في اتفاق الرياض لم يتم الحديث عن مرتكبي هذه الجرائم، عن معاقبتهم، عن محاسبتهم، وإنما تحدثوا عن الجانب السياسي بأنهم سيتم إزالة من تدخل في هذه الحرب، سيتم إزالتهم من المشهد السياسي، وكأن هؤلاء الضحايا لا يعني حق لهم. وفي حقيقة الأمر إذا أردنا أن نتحدث عن هذا الجانب، نحن من أجل ضمان حقوق الإنسان هو أمامنا آليتين اثنتين. الآلية الأولى إما أن يكون هنالك قضاء مستقل، وإما أن يكون هنالك عدالة سياسية ناجزة، بمعنى عدالة انتقالية. الأمر الأول متعلق باستقلالية القضاء، هذا أمر في اليمن أصبح من الماضي أو من المستحيل. اليوم جماعة الحوثي في صنعاء تعمل على إعادة هيكلة القضاء بما يتناسب مع توجهاتها وأفكارها، ونحن لدينا دراسة قريبة ستصدر كيف عمل الحوثيون على إعادة هذه الهيكلة من خلال تعيين القضاء، التفتيش القضائي، وزارة العدل، معهد القضاء العالي إلى غير ذلك. في عد في 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 المناطق الجنوبية لدينا قضاء ضعيف وربما غير موجود على المستوى العملي، هنالك تحكم واضح وطغيان واضح للأجهزة الأمنية والعسكرية على الأجهزة القضائية. رأينا أوامر صدرت كثيرا للإفراج عن المعتقلين الذين كانوا في السجن بير أحمد أو في المكلا من جهات قضائية، لكنها لم تنفذ أو نفذت ببطء شديد، مما يبين على أن القضاء ضعيف جدا في هذه المنطقة في هذه الجزئية. الأمر الآخر إما أن تكون عدالة سياسية ناجزة، وهذا الأمر أيضا مفقود، فاقد الشيء فاقد الشيء لا يعطي للأسف الشديد. الدول التحالف العربي، الإمارات والسعودية، دول تفتقد للمفهوم الديمقراطي والحقوقي للأسف الشديد، وبالتالي تصبح هذه المفاهيم غائبة في عملية إصلاح بين المكونات اليمنية. ولذلك رأينا هذا الأمر واضح عندما حاولوا أن يصنعوا لاتفاقية الرياض للخروج من المأزق الذي حدث في عدن، ذهبوا باتجاه شق سياسي معين يخدمهم من الناحية السياسية، لكنهم لم يذهبوا للعدالة الانتقالية أو للعدالة الناجزة الذي من المفترض أن ينص عليها اتفاقية الرياض، والذي يعتبر أن الإشكالية الحقوقية خاصة المتعلقة بالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقتل خارج القانون أحد المسببات الرئيسية التي أوصلت عدن إلى حالة الاقتتال في أغسطس من عام 2019. وبالتالي لا يمكن اليوم أن نتحدث عن أي إصلاح قضائي أو حقوقي ما لم يتم إصلاح أمرين، المؤسسة القضائية وأن يكون هنالك اتفاق سياسي لعدالة انتقالية ناجز. نعم، إذن أعود إليك هدى، يعني هل برأيك الناس اعتادوا على وجود هذه الانتهاكات بحيث لم يعد أحد يتأثر حين نسمع هذه الأرقام، حين نسمع عدد أعداد مهولة من الضحايا جراء انتهاك حقوق الإنسان لأناس لا شأن لهم بهذه الحرب، مدنيين يعانوا العديد من الانتهاكات ربما أعلاها القتل وأدناها تكميم الحريات والتفوه، لما لا توجد حملات تضامن حقيقية مع هؤلاء أصحاب الحقوق؟
بالعكس المواطنين أنهكوا من كثر ما يحدث داخل محافظاتهم من انتهاكات ومن سوء معاملة ومن سيء أيضا في إيصال الخدمات الأساسية للمواطن. أصبح الآن المواطن يئن أولا من انعدام الراتب، ثانيا من انعدام المشتقات النفطية، الشيء الأخير هو انقطاع الكهرباء بساعات زيادة جدا عن المعدل الطبيعي التي تحدث في الشتاء. الشيء الآخر أيضا التنفذ على الأراضي، انعدام الأمن والأمان، ظهور أو انتشار عملية الاغتيالات وعودتها إلى الصورة من جديد. كل هذه الأشياء أصبحت ترعب المواطن من أن حتى يتكلم بما يحدث داخل محافظة عدن. هناك حملة مناصرات، هناك حملة اعتراضات تتم من قبل المواطن، لكن للأسف من يسمعها داخل محافظة عدن؟ كل السلطات، كل مؤسسات الدولة مغيبة عن العمل، منها السلطة القضائية، منها أيضا الأمن. أين المواطن سيتكلم وإلى من سيذهب يقدم شكوى؟ مراكز الأشرط أيضا فيها عناصر أمنية غير مؤهلة، كادر لا يمتلك أي الخبرات في بعض أقسام الشرطة، وبالتالي عند لجوء المواطن إلى تقديم شكوى أو تقديم بلاغ يتم الاعتداء عليه أو حبسه أو حتى عدم النظر في مثل هذه الشكوى. للأسف علينا أولا تقوية مؤسسات الدولة وعودة عملها من جديد، على الشرعية أن تفرض النظام والقانون من خلال مؤسسات الدولة حتى يعلم المواطن والقاضي والداني أن هناك مؤسسات دولة تحميه. لكن للأسف المزيد من غياب مؤسسات الدولة سوف يكون هناك بيئة خصبة لارتكاب المزيد من الانتهاكات، وسوف يظهر أيضا منتهكين جدد على السطح، وبالتالي سوف تكون عدن غابة من الانتهاكات التي ترتكب بحقوق الأبرياء والمواطنين الذين لا صلة لهم بهذه الصراعات التي تحدث، وهي صراعات سياسية باتت المواطن يسخر منها وأيضا يئن منها، لكن للأسف لا وجود آذان صاغية لما يشتكيها المواطن. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الناشطة هدى السراري، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك أستاذ توفيق. أستاذ توفيق، ربما تحدثت بداية عن موضوع أن التقارير التي تقومون بعملها ربما تفتح الباب للعديد من المنظمات للخوض في تفاصيل هذه التقارير وإظهار بعض الملابسات الأخرى. هل هذا كافي برأيك؟ هل فقط مجرد جمع الضحايا وأخذ شهاداتهم ورفعها في تقارير يكفي؟ لا، أنا أعتقد أن هذا غير كافي، لكن نعتبره خطوة في طريق المساءلة، وهو طريق شاق لكن في النهاية سيجد سبيله. اليوم هنالك قائمة أو هنالك قائمة سوداء بمجموعة من المنتهكين لدى فريق الخبراء، رفعت المفوضية في عام 2017 وعام 2018 سيكون في عام 2019. وأعتقد أن هذه القوائم هي أتت نتيجة تراكمات، نتيجة عمل مجموعة من التقارير، مجموعة من البيانات التي صدرت تم التحقيق فيها في وقائعها، التواصل مع الضحايا إلى أن وصلوا إلى هذه القائمة. اليوم ربما هنالك معطيات سياسية وهنالك مصالح اقتصادية، لكن باعتقادي ستأتي الخطوة، سيكون هنالك عملية انتقال لخطوة متقدمة اليوم أو غدا. الرئيس التشيلي بونيشيه الدكتاتوري الشهير الذي ارتكب مجموعة من حقوق انتهاكات الفظيعة في بلده في النهاية اعتقل في أسبانيا، أخذ أمام القضاء البريطاني، تم محاكمته. هؤلاء الناس اليوم مهما أفلتوا اليوم لظروف سياسية معينة، أيضا معطيات دولية مواتية إلى غير ذلك، لكن من المؤكد ومن اليقين أنه سيتم محاسبتهم سواء أمام القضاء الداخلي لتغير موازين القوى السياسية والعسكرية، وهذا محتمل اليوم أو غدا إلى غير ذلك، أو أمام القضاء الدولي أو أمام صحوة معينة. لكن اليوم الأساس القانوني للمساءلة تشكل، أصبحت هنالك أرضية واضحة، أصبحت هنالك أدلة كافية، أصبح هنالك أسماء محددة، وباعتقادي أننا اليوم بحاجة إلى مزيد أكبر من الجهد
لكن الذي نريد أن نؤكد عليه أننا أمام خطوة ليست بعيدة. اليوم البرلمان الفرنسي يتحرك بصورة جدية لإنشاء محاكمة أو لمساءلة شركة توتال عن سجن موجود في بلحاف. هنالك اليوم بعضهم يريد أن يتحرك بشكاوى أمام المحاكم البريطانية بشأن صالة العزاء. هنالك اليوم تحركات هنا وهناك. هذه التحركات البسيطة ستتحول، ستشكل توجه عام على في المستقبل القريب والبعيد. ربما نشهد إذا تغيرت الظروف عن محكمة خاصة باليمن على غرار محكمة الحريرة أو غير ذلك، لن يفلت أحد من العقاب. هذه سنة التاريخ وسنة الله وسنة القوانين كلها. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا عبر سكايب من فيينا. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. لنلتقيكم في مساء إيماني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.